بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم مصطفى مكرم. النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض دروس أدوبي إنديزاين للمبتدئين. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن قائمة مهمة جدا وبنحتاجها كتير في الشغل، اللي هي قائمة لينك أو الربط أو الروابط بتاعت الصور بتاعت الفايلات، سواء كان ملف الاستليتور ملف فوتوشوب، تقدر تعمله امبورت جوه البرنامج زي ما شرحنا قبل كده. بس تخلي بالك علشان موضوع اللينك ده مهم قوي. دلوقتي انت ده الفايل بتاعك، جميل، كل صورة محطوطة جوه الفايل ده مربوطة بلينك، شايفين علامة اللينك الموجودة، كل صورة من دول لها لينك او الصورة دي موجودة في فايل على الجهاز بتاعك. لو اتحذفت الصورة دي من الكمبيوتر عندك او من الجهاز، على طول بيبقى هنا اللينك او بتبدأ تحصل معاك مشاكل وبيطلع لك ايرور في البرنامج، لانك لازم تكون كل الصور موجودة وفي مكانها. يعني مش بس اتحذفت، لو انت غيرت مكانها، مثلا كانت على الديسكتوب دخلتها في اي بارتيشن جوه، برضو هيديك ايرور، لازم يبقى على نفس المسار اللي كانت عليه من البداية. طيب بعرفها ازاي؟ بروح على ويندو على لينك او الاختصار بتاعها كنترول شيفت دي، بتظهر لي هنا بيقول لي على كل اللينكات اللي موجودة عندي، في عندي صور جيبك، في عندي بي اس دي، جميل. لما بضغط عليه كده على طول بيوريني هي فين مكانها في الفايل. لو انا مثلا حابب ملف بي اس دي، لو حابب اعدل عليه، بضغط على شكل القلم اللي تحت ده، اول ما بضغط عليه على طول بيفتح لي الاوريجينال بتاعي، بحيث ان انا اقدر اعدل عليه بكل سهولة. وانا شرحتها قبل كده بطريقة تانية، نفس الفكرة ونفس الموضوع، هي دي فكرة اللينك. على طول اول ما بعدل بيعمل ابديت لنفس التعديل اللي انا اخترته. طيب لو انا رحت للفايل اللي انا حافظ فيه الصور دي وغيرت مكانها، تعالوا نشوف هيحصل ايه. لو انا رحت للفايل بتاعي اللي فيه الصور الموجودة بتاعتي، لو انا غيرت مثلا او انا اخدت الصورة دي كت ورجعت باك وحطيتها مثلا هنا ورجعت للفايل بتاعي، شايفين ايه اللي حصل؟ بلاقي على طول ظهر لي علامة استفهام لونها احمر هنا، وظهر عندي ايرور تحت. لما بضغط على الايرور بيقول لي في مشكلة عندك في اللينك، في مس لينك، والاسمه او ملف البي اس دي، وبيقول لك اسمه وبيجيب لك مكانه كمان. لما بروح للبانل بتاعة اللينك بلاقي فيه علامة استفهام حمراء، لو ضغطت عليها دبل كليك علشان اخش اوريه مكانه فين. مثلا ده المكان اللي انا غيرته للملف نفسه، لما بختاره بتنحل المشكلة وبيرجع اللينك، مفيش اي مشكلة عندي، وبيقول لي تحت No error. فخلوا بالكم من موضوع اللينك ده لانه مهم جدا، ودايما لما تيجي تشتغل حاول تحط كل الفايل اللي بتشتغلها في فولدر واحد، علشان ما يبقاش في اي مشكلة في الفونت. ده كان درسنا النهاردة، استنوني الدرس الجاي ان شاء الله. كان معاكم مصطفى مكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.